مشاهدينا صباح الخير وكل عام وحضراتكم بخير. النهاردة الاثنين 22 يونيو 2015، حلقة جديدة من الصحافة اليوم هنطالع فيها أهم المنشطات والعناوين لصحيفة روزي اليوسف اليوم. ويسعدنا ويشرفنا يكون معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذي، يعني الحقيقة اللي تشرفت أن أنا تتلمست على إيده، الأستاذ جمال طايا. أستاذ جمال صباح الخير. صباح النور. كل سنة وحضرتك طيب، رمضان كريم. كل سنة وحضرتك طيبة وكل المشاهدين بخير، مسلمين ومصريين، وإن شاء الله السنة اللي جاية تكون أحسن من السنة دي، وإن الناس تهتم بنفسها شوية وتعرف اللي ليها واللي عليها إيه. طيب بما إن اللي ليها واللي عليها، وخلينا نشوف المنشط الأول من الصفحة الثالثة. رئيس الوزراء: الكلمة أمانة وعلى الإعلام النقد دون تجريح. في فوضى إعلامية وفي الأيام دي، معرفش هتتفق معايا ولا لأ، في الإعلام يسلط الضوء فعلا على السلبيات والإيجابيات، ده لازم، ده دور الإعلام. ما يصنعش خبر، هو يوضح ويعلم ولكن من غير تجريح، بدون الخوض في الحياة الخاصة للأشخاص، لأن دي مش مشكلة الناس. الإعلام أمن قومي أستاذ جمال، لكن مش كتير من الإعلاميين النهاردة بيعرفوا الموضوع ده. كيف تعلق وكيف ترى المشهد الإعلامي النهاردة؟ خلينا بس نتكلم، لأن أنا الحكاية دي مهموم بيها من بعد الثورة، يعني للأسف، يعني إن إحنا بنعيش فوضى، فعلا فوضى الإعلام وعشوائية الإعلام. يعني أنا مش مطلوب من رئيس الوزراء أنه يقول الكلمة، أفرض كل صحفي عارف أن الكلمة، أو كل إعلامي عارف أن الكلمة أمانة، وأن النقد طبعا حاجة مختلفة عن التجريح، يعني والدخول في الشخصيات غير السياسة، غير النقد السياسات أي مسؤول. يعني هو الموضوع كبير، الموضوع ياخد حلقات لو قعدنا نتكلم في الموضوع الإعلامي، يعني إنما خلينا نبص على المنظومة من أولها. يعني مين اللي بيدير الإعلام في مصر الآن دلوقتي؟ للأسف هنلاقي وكالات الإعلانات. أصحاب الفلوس هم اللي بيديروا الإعلام، أصحاب المصالح هم اللي بيديروا الإعلام. اختلفت المفاهيم عند الصحفيين، لان انا عايز اقول لحضرتك ان في، انا اتكلم على الصحفيين قبل الاعلاميين لان انا واحد منهم، ولان معظم الصحفيين هم اللي تصدروا المشهد اليوم وبقوا مذيعين. للاسف، لان كمان اصحاب القنوات الخاصه استطاعوا يستقطبوا عدد من الاعلاميين اللي هم صوتهم عالي شويه اكتر منهم، مهنيين عندهم المهنيه يعني، عشان برضه حققوا لهم رغبه في عدد المشاهدين. وده طبعا المسألة بتحسب كده بالنسبة لهم هي غلط، المسألة بتحسب غلط مش عدد المشاهدة. يعني هقول لك ان دخل نقابة الصحفيين اكتر من 4000 خلال فترة الثورة، مش عايز اقول كلهم لا يمتوا للصحافة بشيء. احنا 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 في روزي اليوسف انضغط علينا في بعض الاوقات من بعض الناس، طبعا فترة فوضى، ثورة سميها زي ما تسميها، لازم تاخدهم عندك، لازم تعينهم. مش مهم هم عملوا ايه، اشتغلوا ايه، هيحققوا ايه، فاهمين الصحافه ازاي، الهدف من وراء الحدوته ايه. يعني رغم ان انا في ناس ممكن تزعل مني كتير، يعني انا اختلف مع صفوت الشريف كتير، يعني انما في الاخر كان في واحد فاهم اعلام، فاهم يعني ايه اعلام. لما حد كان بيغلط او حد كان بما اني قلت ان الاعلام امن قومي، طبعا لازم الناس يحطوا ده المفهوم دوت قدام عيونهم وهم بيشتغلوا. عشان كده بقول لك مش، ما يصحش ان رئيس الوزراء يقول الكلام دوت، مش مطلوب من رئيس الوزراء ان هو يقول الكلام ده. لازم، المفروض كل اعلامي وكل صحفي عارف الحدود بتاعته ايه في المهنيه بتاعته، لازم يكون عنده ستريس حتى في الخبر اللي هو بيقوله، اللي يتقال ممكن ما يتقالش، ويقوله امتى وما يقولش. عند حضرتك حق، ولكن خلينا نقول انه رئيس الوزراء كرجل، يعني احيانا بنحس ان هو يعني رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء هم اللي بيشتغلوا، وكتير يعني من الوزراء وكتير بيتفرجوا عليهم، فيمكن عشان كده رئيس الوزراء مهموم بالمشهد ككل، اذا كان اعلام، اذا كان تمويل، اذا كان الصحه، وزاره الصحه، هو يعني بصراحه هو اللي بيلف بنفسه على المستشفيات عشان يتاكد من المنظومه الصحيه وما الى ذلك، فيمكن عشان كده اكيد. خلينا نقول في رسائل بتوصل من صاحب القرار للمسؤول الاعلام، طبعا خدوا بالكم
بالكم، لان المساله مش هتستمر كده كتير. بالظبط. خدوا بالكم، انتبهوا اللي انتوا بتعملوه. المصريين قرفوا من اللي انتوا بتعملوه، يعني عايز اقول للمصريين فعلا بجد قرفوا من اللي انتوا بتعملوه. خلينا نوصل، يعني احنا في مرحله عايزين نوصل بالبلد ديت لمرحله انتاج الاصدار رفاهيه الناس، مش اخد الناس وارجعها. ما تدخلنيش مسائل شخصيه، انا ما يهمنيش سين او صاد بيتقنوا، انت بتقعدني ليه في القضيه بتاعتهم؟ صح. ما يروحوا الصلحه ما يصلحوش على جنب، انا مالي. خلينا نروح لقضيه تانية بتهمنا كلنا وسببت لنا هلع في الايام اللي فاتت قبل رمضان، وهي قضيه لحوم الحمير، اللي يعني مقالات كتيره جدا كتبت ان احنا او المصريين بياكلوا لحوم حمير منذ سنوات وهم مش حاسين. في نفس الصفحه ايضا، في الصفحه الثالثه، بنطالع الكشف عن لحوم الحمير باستخدام البصمه الوراثيه. شفت الهلع ده ازاي استاذ جمال؟ وانه في بعد كده كتير من يعني الاطباء قالوا انه يعني طريقه الكشف عن لحوم الحمير سهله وما الى ذلك. انا ما بعتبروش هلع ولا حاجه، انا شايف ان المساله ديت احنا بنعيشها من زمان قوي، مش من اليومين دولت. فكره لحوم الحمير ديت يمكن حتى في بعض الافلام وبعض المسلسلات تناقلتها من بدري قوي، يعني مش عشان لقوا مش عارف واحد جزار في الفيوم عامل مزرعه حمير وبيعها واتمسكت. انا ما اعرفش هل هو دي بس اللي يعني في حاجه نزلت منه السوق قبل ما يمسكوه ولا. يعني دايما احنا بنعرف القضايا اللي بيتم القبض عليها ان بيقبضوا على 10% والباقي يكون اتسرق. يعني هم في الاخر بعد بيكتشفوا ان السوق نزل منه حاجات كتيره، من سواء من الخضرات او غيرها. فانا انا فكره لا، انا في عايز اقول ان هي كلها اصلها منظومه. يعني انا يعني لما اجي اتكلم على الجماعه البيطريين وبيطالبوا النهارده ان المجازر تكون لازم تبقى تبعهم مش تبع المحليات، ده حق ليهم. يعني في حاجات لازم نعيد هيكله كل المؤسسات والقطاعات بشكل محترم، بحيث ان انا اعرف مسؤوليه، احدد المسؤوليه من اول وجديد. يعني انا على الدوله برضو انها تعيد برضو بقول لك المنظومه تاني من اول وجديد في الهيكله بتاعت كل المؤسسات. مش هقدر اشتغل بالعشوائيه او كل واحد في حته. يعني لما نجي نقول الرئيس بيشتغل لوحده بطريقه معينه والحكومه بتشتغل بطريقه معينة، لا، لازم يكون في هارموني. ها، لازم يكون في رابط يربط ما بين المؤسسات كلها وبعض. طبعا لازم الدوله تعمل ده، هي اللي تعمل ده، مش المواطن اللي يعمل ده. انا طبعا انا بروح للجزاره ما اعرفش اللحمه المتعلقه عندي هل دي لحمه، انا ما اقدرش، انا كمواطن ما اعرفش. طبعا انما في الاخر لازم يبقى في قوانين. يعني حضرتك تستغربي ان القانون غرامات اللي انا مش شفتش حد بيتعدم مثلا او ما حدش بتحكم عليه باحكام مشدده. فهي غرامات ومن مباحث التموين، وكان معانا مسؤول مباحث التموين قريب. يعني مع الاسف غرامات محتاجين يمكن من البرلمان القادم تعديل لهذه وتغليظ لهذه القوانين فعلا، عشان يعني هنا اللعب بالمواطنين وبصحتهم ده امن قومي. بالظبط. يعني تفانى اللي حصل في العهد البائد. يعني انا اسمع محلات شهيره جدا قوي من الناس كلها بتقبل عليها في اكلها ويقولوا ده محل كويس بيعمل حاجه كويسه، وفجاه انه في الاخر بيبيع. طيب خلينا نروح للصفحه. عشان كده بقول لحضرتك الصحه عليها، لا لازم الصحه طبعاً. الصحه طبعاً. لازم يعيدوا قانون المجازر ده، وتبقى المجازر في جهه واحده هي المسؤوله، انا مش المحليات. المحلات تخلع ايديها من الحكايه ديت. يعني خلينا نروح للصفحه الثانيه ونطالع فيها. حنفي: التيسير على المواطنين في إقامة مخابز بلدية ومحلات تموينية. في جهد يمكن ملحوظ بشكل كبير من وزارة التموين فعلا. وزير التموين دكتور خالد حنفي دكتور أكاديمي بيطبق على الأرض فعلا، ومنظومة المخابز والكارت الذكي للتموين أثبت نجاحه. كيف ترى ذلك؟ يعني أنا شايف إن من ضمن الوزراء اللي موجودين أو بيشتغل بشكل كويس جدا، وهو كمان لأنه قريب قوي، كل حركته مرتبطة بالمواطن والمواطن بيحسها بشكل سريع بشكل مباشر جدا. غير الاستثمارات، وزير الاستثمارات بياخد وقت شويه. يعني في استثمارات كتير داخل البلد، انما على ما توصل للمواطن بتاخد وقت كبير جدا. انما بتاع التموين واصل بشكل مباشر، برضه عنده محتاج برضه في الوزاره بتاعته، لان الوزاره بتعرفها بتاعته راحت وجت اكتر من مره في اكتر من حته في السنوات اللي فاتت ديت. فمحتاج برضه يتم تاني برضه اعاده هيكله وزارته، بحيث ان هو ياخد يبقى عنده كوادر تسمح ليه ان هو يسيطر على كل الاسواق في مصر،
وازاي يبتدع ويخترع ويعيش حاله الحاله الغذائيه مع الناس، سواء في مراقبه اسعار، سواء مراقبه اغذيه، سواء حاجات كده كتير جدا. المخابز طبعا هو عمل حاجات كتير جدا. طبعا في بعض وكان بيتكلم الكلام دوت امبارح في اسكندريه، وزميلنا نشأت حمدي كان هناك واشتغل على الحكايه ديت معاه، لان بعض الناس اشتكوا ان في بعض المناطق ما فيهاش مخابز او بتعاني بشكل او باخر من قله وجود الخبز بشكل ميسر ليهم. فهو اتكلم عن المساله ديت وقال ان هو هيسمح للمناطق باعاده هيكله برضو المخابز، بحيث انها توصل لكل المطعم في كل محافظات مصر، مش القاهره بس اللي بقى عليها الاستريس يعني. طيب نخرج من المخابز، وزي ما حضرتك كنت أشارت للاستثمارات، وفي الصفحة السادسة نطلع عنوان باستثمارات 8 مليارات جنيه، المالية تعد قائمة بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. آليات الشراكة مع القطاع الخاص مهمة جدا، اللي هي التريبل بي، برايفت بابليك برايفت بارتنرشيب، مهمة جدا لأنها آلية تعاقدية مالية ومتوازنة جدا بين الدولة والقطاع الخاص عشان ينفذوا مشروعات عملاقة تنشئها وتمولها القطاع الخاص، وبعدين بعد الفترة تبدأ ملكيتها تقول تاني مرة تانية للحكومة. هو طبعا وزارة المالية بتحاول، الكلام ده موجود من بدري من أيام حكومة أحمد نظيف، وهم بيعيدوا تاني طرحات من اول وجديد في صوره احتياجات الدوله خلال الفتره اللي جايه اللي محتاجينه. زي ما عرفنا النهارده ان في بتاع شراكه سعوديه امريكيه جم عشان عايزين يعملوا في مصر هنا انتاج كهربائي من مصادر مختلفه بيوصلوا ل 52,000 ميجا وات. 52,000 ميجا وات، احنا بنستهلك مصر كلها النهارده بتستخدم 28,000 ميجا وات، يعني هم ما عملوا قريب من الضعف. على مدار 3 4 سنوات هيعملوها، سواء من قالوا هيعملوها من النوويه، من شغل محطه من النوويه او من الطاقه المتجدده، طاقه الرياح وطاقه المياه. ده مهم جدا، ده لازم يتحط في الخريطه. طبعا الجزء الثاني كان في الاستثمارات اللي اتعملت في شرم الشيخ في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، لازم كانت يتعدلها لان في بروتوكولات اتوقعت ما اتنفذتش بشكل كويس، لازم العود تيجي عشان يقولوا الاحتياجات بتاعت مصر. فالماليه جاهزه دوت، وبالفعل هنشوف خلال الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله كده توقيع هذه واقبال المستثمرين على الاستثمارات في مصر بالطريقه ديت، لان في مستثمرين كتير جايين عايزين يشتغلوا فينا في مصر، لان شايفين الاستقرار بدا رغم برضو كل الحاله اللي احنا بنعيشها. لا في حاجات منوره، حاله ملموسه من الاستقرار اكيد. في حاجات منوره كتيره جدا، حركه اقتصاديه علينا ان احنا، بس احنا برضو يعني احنا ما احناش ضد، احنا عايزين نقول للناس افهموا اللي انتوا بتقولوه. الكلمه دي امانه يا جماعه، انا ما اتكلم على الكلمه دي امانه، مش اي حد يطلع يقول اي كلام ويملى بيت باغي الناس، ما ينفعش، لان ده بيأثر على الاقتصاد ايضا. بالزبط. يا استاذ جمال، يعني مجهودات الحكومه والاداره الحاليه من جهه هم بيحاولوا يعيدوا الاستقرار، الحراك الاقتصادي وجذب استثمارات، اي حاجه هنا كلمه مش مسؤوله او في الاعلام فعلا ده امن قومي، لانه بيأثر على صوره الدوله حنان بشكل كبير. عشان بس يعني انا كان نفسي كم المسلسلات الهائل ده اللي مدفوع فلوس كتير قوي اللي شغل اكتر من مليار السنه دي، مليار ونص تقريبا ميزانيه زي المسلسلات. ما يعني كان نفسي تعمل بيه حاجه، برامج يشجعوا بيها الناس على الانتاج. طبعا. يعني الناس حتى كمان مش قادره تستوعب. طب ناخد نصهم حتى نعمل بيهم مشروعات صغيره. طيب في فلوس تانية كتير، بس انا بتكلم على فكره انت بتشغلوا الناس بايه، يعني انتوا ايه الهدف، بتروجوا لايه، انتوا عايزين توصلوا بالناس لفين وعايزين تدوم فين، هذه المشكله. هي صناعه، يعني ده نقول ان صناعه الصناعه بيكسب منها 2-3 ازاي، بيكسب منها 2-3 ما بتحسش على الشعب بالفايده، ده بيخربوا عقول الناس. لكن يمكن اللي حضرتك بتوصله ان يعني الموازنه لهذه المسلسلات مبالغ فيها وارقام الاجور تخريب عقول المصريين، مش المصريين بس للاسف كانوا العرب، يعني بدل ما يشغلوا الناس بما يساعدهم على الانتاج، الدوله بتنادي بالانتاج، انت الدوله عايزه انتاج، الدوله زي ما بيقول الرئيس عايزه تقفز، مش عايزه مش نمشي او نجري، لا عايزين نقفز عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. بالظبط اللي احنا عايزينه، ما ينفعش بالطريقه دي. تقدير المساله لازم، على فكره برضه ما فيش حاجه اسمها الاعلام لحريته،
لا الاعلام مسؤول ولازم حريه ولكن حتى حت 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 في امريكا ما فيش حاجه اعلام على اطلاق طبعا في انجلترا وفي المانيا ما فيش حاجه اسمها اعلام على اطلاق طبعا. لازم الاعلام اللي واقفه مسؤول وبعدين ما يبتزنيش زي ما حصل من كام يوم لما حصل تجاوز من بعض المواقع ها وتعمل توقف قدام نقابه الصحفيين ابتزوا الدوله ما ينفعش انا ما ينفعش النقابه هنا لازم تكون ليها دور مش عايز حد يتدخل في اداء الصحفيين النقابه تقوم بالدور دوت وتعمله لازم النقيب او مجلس اداره النقابه لازم من اخطا هم اللي يجيبوه لازم يبقى في المساق الشرفي لازم يفعل مساق الشرف الصحفي لازم يفعل بدون ذلك برضه احنا هنعيد في نفس على فكره هنقعد نعيد في نفس الحدوته ونفس الحكايه وهنيجي السنه الجايه نقعد نتكلم في نفس الكلام مش هنخلص منه هي المسؤوليه يا استاذ جمال زي ما حضرتك بتقول المسؤوليه لكل مسؤول في مكانه يعني مش لازم هو كمان ندور له على مسؤول اخر خلينا نروح للصفحه الرابعه ونطالع فيها سياسيون لابو الفتوح سعيكم مشبوه اهو ده جزء من الحدوته حبيب ومحاوله لالغاء احكام الاعدام بحق قيادات الاخوان والهلباوي ليس مطلبا شعبيا يعني هراء هو بيتكلم في أو تدخل في احكام القضاء وفي الشريعه وفي حاجات كتيره جدا يعني وده ليه لمطالب القيادات يعني انا مش 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 عايز احرض ضد ابو الفتوح يعني انا بجيب احمد اسمه احمد ايه بتاع الجزيره منصور بجيب احمد منصور من اللي تم توقيفه في المانيا بجيب من المانيا اسيب واحد ما ده بيحرض يعني ابو الفتوح في الداخل وداخل مصر عنده بيحرض يعني في حاجات كده برضه ما تنفعش في حاجات انا بسال نفسي احيانا انا سايبه ليه؟ ما طبق عليه؟ ما فيش قانون بيقول اي 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 محرض او اي منتسب للجماعه للاخوان للجماعه الارهابيه طب استاذ جمال هو كده والحزب يعني مصر القويه مصر القويه يعني انا كده احيانا بيتكلم في الانتخابات بيتكلم كلام انا ما دي احزاب احنا بنتكلم احزاب كلها ورقيه انت انا ما عنديش ولا حزب موجود على الارض ها ليه شعبيه في الشارع دول ناس قاعدين في اوضه مغلقه بيطلعوا تصريحات بس ممكن الحزب ده بي 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 انه بي بيشكل من اعضاء من الارهابيه و طبعا بنظام لا هيدخل هو حزب النور هو حزب النور بس اللي واحنا عارفين بيستقطبوا برضو هو الناس ازاي حزب النور هو بس اللي ليه قاعده في الشارع لان ده برضه مقام على شكل ديني رغم ان هم بينفوا ده ولازم الدوله تبقى ليها برضه كلمه في المساله ديت يعني لان الدستور بيقول ان ما فيش حاجه اسمها احزاب تقوم على صبغه دينيه صبغه دينيه بالظبط فلا لا لا انا 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 يعني مش عارف مفتوح طبعا كل شويه كل مع كل حكم بيطلعوا لنا بحدودك ده عشان برضه يحاولوا ما اعرفش هو عايز مصالحه يعني بيتكلموا في حاجات انا على حاجات ما تنفعش تنفذ على الارض يعني والشعب رافضها طبعا يعني الشعب رافضها يعني وبعدين انت 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 ما قدمتليش السبت عشان انا اخد منك الحد او اقول لك تعالى نقعد من الحد يعني في النهايه بنقول لا تعليق اخيرا نطالع الأسد. من الثالثه الاسد والشان السوري بالضبط الملف السوري الاسد يصر على الحسم العسكري ويرفض الانتخابات المبكره المشهد السوري هل ترى له من مخرج؟ كيف ترى تصريحات الأسد؟ يعني انا كنت مع الموقف المصري من بدايه خالص في الشان السوري وان الحل العسكري ليس هو الحل النهائي وما ينفعش لان في اطراف كتيره متعدده تدخلت في النزاع وليها صبغه سياسيه مش الفكره بس ان هم عايزين يساعدوا الشعب السوري من البدايه يعني لا ده كان في مخططات عشان برضه سوريا تقع لان كان من ضمن المخططات اللي كانت المنظومه الاستراتيجيه بتاعت سوريا والجيش السوري ايضا بعد جيش العراق وبعد مصر طبعا بالظبط كده عشان يفرغوا هي فكره تفريغ المنطقه من حوالين مصر فطبعا انا يعني انا مش لحد دلوقتي ما حدش يقدر استطيع اقول ما حدش يقدر يقول المشهد السوري بكره يبقى فيه لان حتى لو معقد جدا 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 وكان في حلول لا وكان في حلول وصلنا لها بشكل او باخر في وقت من الاوقات مع لما تقدم بها المصريين مع الروس لما كان في رئيس السيسي كان هناك مع بوتين كان في حلول كانت قربت انها ممكن نوصل بيها النتيجه الا ان ده ما عجبش بعض الاطراف برضه اشعلوا فيها الفتيل لان ما وصلوش اللي هم عايزينه يعني
فانا مش قادر، انا مش قادر بكره حتى لو سقط الاسد او تنحى زي ما طلع من فتره قال ان هو مستعد، اذا كان بعد ما اعرفش طبعا برضو. تفتكر انه بتنحي الاسد ايضا لن تحل؟ لا ما اعتقدش، انا عشان كده بقول لا 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 اتصور انها هتحل حتى باستبعاده عن المشهد السوري يعني. لان ما اعرفش طبعا هناك اللي بيشتغلوا على الارض اطراف اصلا هم كانوا متصارعين يعني، مش مش قوه موحده عشان اقدر اقول ان انا هختار منهم، رغم ان هم النهارده طلعوا تصريح لا احنا لو السادات بتاع دوت الاسد اسقط احنا مستعدين نسلم الاسلحه للقائد. من القائد؟ اين الشعب السوري الذي سوف يختار القائد؟ لا مسألة محتاجة شغل كتير، وعلى الناس اللي برضو انها تفهم، لان في الاخر كل خسرة طبعا، الكل خسران من هذا الشأن يعني والشعب السوري وضحاياه هم اللي بيدفعوا الثمن كل يوم. مش ده مش الشعب السوري بس، ده كل المنطقة كلها، المنطقة كلها طبعًا. لانها بتعاني من يعني فكرة، بس انت حتى لو انت ما انتش مشاركة وبتشوفي الطفل السوري اللي هو مستبعد عايش بطريقة غير آدمية، عايش طبعًا. في يعني لا عايشين في المخيمات زي اللاجئين، ويعني ربنا معاهم خصوصا في هذه الايام برضو ربنا يعود ليهم في البرد يعني. أستاذ جمال طايع الكاتب الصحفي بجريدة روزوليس، مشكر حضرتك جدا، كل سنة وحضرتك طيب. أنا متشكر، كل سنة طيبين حضرتك. طيب كل الشكر لكم أيضا مشاهدينا، يوم سعيد وإلى اللقاء، تحياتي.